السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مع عزت عبد القادر عزت السعيد في من حوارة وعلى مقبرة حوارة مع أبو خميس. وهي أبو خميس عماله بسكي فيه الشجرات اللي على قبر والده وعلى قرايبه وعلى قبر المرحوم ابن سهيل. وأنا جيت هيني بسكي في شجرة تين على قبر المرحومة الحجة فاطمة والدتنا رحمة الله عليك. وطبعا قرينا الفاتحة على إلى روح أمواتنا وأموات المسلمين ولا جميع من في هذه التربة. اللي هيك على التينة الموازية الفاتحة لروح المرحومة فاطمة حسن حج سعيد 28/6/2003، يعني 6 سنين صلها متوفي. رحمة الله عليك يا حجي. طالما في مية مشان أخبر أم حسين تبقى تيجي، ولا أنا بمصير أمر طالما أنا موجود هون. نمر على اعتدال إبراهيم محمود العمر 76، رحمة الله عليهم الجميع، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. فكما يقول القرآن الكريم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. رحمة الله عليكم. مثل هذا فليعمل عاملون. هذا نوع الهكرون، مش عارف شو هذا. هذا نوع من هالشجر. ورحت أبو خميس، هذا في مية طالما والله هيك الشجرة ناشفة يا حرام. المرحوم الحجة لطفية سعيد ام عامر، الله يرحمه. وهي الحجة محمد الخميس بيعبي في برميل مية مشان يسقي الشجرات. خيرية هلية الأحمد محمود سعيد خضير الله يرحمهم الجميع، عادل النجم الله، الجميع رايحين رايحين الجميع يا أبو خميس. شوف بالله كيف بيحركوا الشوك في بين الشجر وحاركين الشجر. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا خسارة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بس هزيتوني بالله يا ابو خميس. هذه الله رحمة الله عليك يا سهيل. والحج خميس لسه قبل جمعة بتفرج عليه، هو في المول تبع القدس، مول بيت صفافة، بتفرج عليه فيه. ما شاء الله هاي حامله زيتونتكم. هاي بيين شو هذا؟ بدي اشيل هاي. ليه؟ بس بدها تكني من تحت زي هذاك، شايف؟ بدها تكني يا ابو خميس، بدها تكني من تحت. بدي اصل قبر سيدي
قبل ما يخلص الوقت تبعه. وهي حطيت البربيش باكي بيوصلها، والله لو بعرف هيك الا كان. البربيش؟ اه هي محطوط على، هلا حطيته على القبر، على الشجره اللي على القبر على التيني. دمي تحت الميه. اه هذا احمد الحمد ابو نائل، اه رحمه الله عليكم. وهاي ام محمد اليوسف جميل عبد الرحمن الموسى، 10 سنين صلها ميتي، رحمة الله عليكم جميعا يا أيها الناس. تأخذوا هالعبر حاطوا على الشجرة. وين راحت بسيمة محمود الشمالي؟ مريم محمد صالح عطا، شايب بالله فاطم حسين قاسم حد سعيد كاتبين حد سعيد 28/6/2003، 6 سنين. هذه اللقطة انو هذا يحيى فلاح، اه يحيى فلاح الحسن يا سلام. المرة الماضية سلمنا عليهم، رحنا أنا وعزيز عليها على الحجة فليحة وعلى عبد الرحيم الرشيد الله يرحمكم. ومحمود حسن المحارب، محمد التوفيق، أبو إبراهيم. آه كأنه فيلم، فيلم سينمائي. تحضروا اليوم هلا بننتقل فوق نصور المقبرة الثانية الجديدة.